والله العظيم الصرخه جات من قلبي، من اعماق القلب، لان كيف قلت المدينه مهمشه جدا، المدينه اللي منكوبه، المدينه اللي الصغير تيعاني فيها قبل الكبير، فما يمكنش يكون انا تنشوف ديك الاضرار كلها قدام عيني ونسكت والنعاس والله ما كان عندي شي غرض شخصي وراء هذاك الشيء اللي درت ابدا. عندي غيره على الوطن ديالي وعلى البلاد ديالي وعلى الحب ديالي لبلادي ولولاد بلادي، هذا هو اللي خلاني درت هذيك الصرخه، وصرخه اللي غنبقى متمسكه بها حتى ان شاء الله تكون نتيجه، وماشي تكون نتيجه مثلا غير في مدينه الخميسات، انا بغيت النتيجه تكون عندنا في المغرب كامل، لان المغرب كيستحق، وعندنا جميع الحوافز وعندنا جميع الامكانيات نزيدوا بها للقدام. علاش غادي نبقاو مكتفين يدينا؟ وعلاش غادي نشوفوا الناس اللي ما حطاش البلاد في عينيها ولا في قلبها ولا في نيتو، ونبقاو حنا ساكتين؟ لا ما نسكتوش، لا الا شفنا شي حاجه ماشي هي هذيك خصنا نهضروا، وحنا سيدنا الله ينصرو وصانا على هذه القضيه هذه، وصانا على ان الا شفنا شي حاجه خايبه ما نسكتوش ندويو، وهذا حنا مش يمكننا نساعدوه، حنا نساعدوه ولو قلت اما ما عندي حتى شي افكار اخرى ولا عندي شي نيه. نقول لك انا داك زمان خدمه، حنا كنتواجدوا في موريال كيف عارف، انا غادي ندخل ان شاء الله للمغرب وغادي نمشي للخميسات وغادي نشوف شنو دار. جيسبيغ انها تكون تحركت الدعوه، جيسبيغ انها تكون شي لجنه جات وشافت هذوك الناس. كنتمنى اني ما يأزموش ليا قلبي، كنتمنى. انا واحد النوع ديال البشر اللي ما نقدرش نشوف شي حاجه غلط وندير راسي ما شفتهاش، نشوف الناس كتالم وما نتالمش معاهم، سينو ما غاديش نكون انا هي هذيك الفنانه اللي كيتسناو مني بزاف الحوايج، لان الفن شنو هو؟ الفن رساله، الا ما كانتش مكتوبه كتكون مسموعه، الا ما كانتش مسموعه كتكون مقروءه، الا ما كانت فما يمكنش. يعني انا فنانه وعندي الحمد لله واصله واحد المستوى، وواصله القلوب ديال الجماهير اللي هي عديده جدا، وتيثقوا في نجات، وإلا قالت لهم نجات شي حاجه كيعرفوا نجات باللي صادقه، وما يمكنش تقول لهم شي حاجه اللي ما كايناش. ها انت حنا كنتواجدوا دابا هنا غير بارازار، ها انت كتشوف قدام عينك، شوف اشياء بسيطه ولكن الدنيا نقيه والناس عاجبها الحال، ها هما غير دروج ملونين في الالوان والناس جالسه فيهم، ها هما الناس شوف كي مربعين في الارض وجالسين وكاين المكان نقي، ها شوف كلشي قدام عينيك. واش هادشي مبذول فيه شي مجهود كبير؟ هادشي عادي، ما كيطلب حتى شي حاجه، انما كيطلب حاجه اللي هي مهمه جدا اللي هو حب الوطن. الا بغيتي الوطن ديالك وبغيتي بلادك كتسعى باش تكون مزيانه، راه كتكون مزيانه، وهذا خصنا نتحدوا عليه حنا كاملين جميع المغاربه، سواء كانوا في المغرب او لا خارج المغرب، خصنا نتحدوا على ان بلادنا تكون بلاد نقيه وبلاد اللي تكون غدا للامام ودايره بلاصتها حتى هي، لانها كتستحق.